بالنسبة إلى رد الشمس إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ثبت أنه ردت الشمس للإمام أمير المؤمنين، ونقلها علماء السنة أكثر مما نقلها علماء الشيعة. حديث رد الشمس بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين ورد في مؤلفات وكتب السنة أكثر مما ورد في مؤلفات وكتب الشيعة. روي هذا الحديث بأسانيد كثيرة وعديدة عن طريق كل الرواة والمؤرخين المسلمين على حد سواء، ولذلك ليس مما انفردت به الشيعة فقط. ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي يقول: يا من له ردت ذكاء. ذكاء اسم من أسماء الشمس. يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيره من قبل إلا يوشع. هذا من الأشياء المتواترة لدى المسلمين. بالنسبة إلى هذه المعجزة كبقية المعجزات، كل المعجزات كيف تتحقق؟ القرآن كيف يمكن أن ينزل على رجل يمشي على الأرض اسمه محمد بن عبد الله، ليس بينه وبين السماء سلف ولا لا سلف؟ رجل يمشي على الأرض كيف ينزل عليه الوحي؟ رجل بدون وسائل، كيف بدون وسائل طبيعية كيف يرقى إلى السماوات في الآفاق العليا؟ رجل يمشي على الأرض كيف يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بدون عقاقير وبدون أدوية وبدون دراسة طب؟ رجل منا كيف يستطيع أن يتكلم كلاما ويتحدى البشرية جمعاء إلى يوم القيامة ويقول: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله؟ وبعض سور القرآن سطر واحد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كيف تحدى البشرية والبشرية حتى اليوم لم تستطع أن تأتي بمثل هذا السطر الواحد؟ كل المعجزات في تصوري لها تفسير واحد، وهو أن الناس قد يكونوا جامدين على أجسامهم، كبعض ما قلنا في الحديث السابق، ربما إنسان يكون مجال نشاطه جسمه فقط، وسائله يداه وعيناه ورجلاه فقط، لا يستطيع أن يتحرك إلا من خلال الأجهزة الجسمية. أكثرنا من هذا النوع، غالبا الناس لا يستطيعون أن يعملوا شيء إلا بواسطة الأجهزة الجسمية الخاضعة لإرادتهم. الإنسان يبطش بيده، يمشي برجليه، ينظر بعينيه، يسمع بأذنيه، يتذوق بفمه، يشم بأنفه فقط. ولكن نحن غفلنا عن تحريك طاقة الروح. إذا حركنا طاقة الروح فإن طاقة الروح أقوى وأقوى بكثير من طاقة الجسد. الذين تحررت أرواحهم وتكاملت تكاملها الكلي فإنهم يستطيعون أن يعيدوا الشمس من قبيل مغربها إلى منتصف النهار بقوة أرواحهم. كما أن الطاقة في الوقت الحاضر، طاقة الكهرباء، تحمل أسانسور ضخم إلى الأعلى مثلا، أو كما أن طاقة البخار تحرك المكنات المختلفة، كما أن طاقة الحرارة مثلا تحمل الطائرة الضخمة في الفضاء،
وتسير بها بدقة وسرعة فائقتين، كما أن طاقة الذرة تعمل الأعاجيب. الروح كذلك طاقة ضخمة من الطاقات، فمن استطاع أن يحرك طاقة الروح في جسمه يستطيع أن يتصرف في الموجودات بدون أن يحرك يدا أو رجلا أو عينا أو أذنا أو أي جهاز من أجهزة الجسم. والإمام علي عليه السلام خير من تكاملت طاقته الروحية واستطاع أن يحركها كما يشاء، فليس من الصعب عليه إعادة الشمس، أو ليس من الصعب عليه أي تصرف في الكون في الأرض أو في السماء، كما أن من هو أقل منه مستوى، كما أن عيسى أحيى الموتى، كما أن يوشع أعيدت له الشمس، فليس من الغريب أن تعاد الشمس للإمام علي، وإنما هو من الأوليات.